هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه الطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير والسعادة عليك يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة ثالث أيام فصل الصيف بشكل رسمي، يعني إحنا طبعا بادئين الحرارة من بدري. هل درجة 38 مثلا في القاهرة أو المعدلات اللي إحنا فيها دلوقتي دي معدلات طبيعية ولا لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام؟ لا، هو طبعا بالفعل احنا اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وده في معظم محافظات الجمهوريه، لان في ارتفاعات في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات في المحافظات، وخاصه في المحافظات الشماليه نتيجه تاثر البلاد بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه شديده في الحراره، يمكن ده اللي بيسبب موجات شديده في الحراره على دول الخليج. كتل الهوائيه دي بتمر على البحر المتوسط فتفقد جزء من حرارتها، لكن تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه. فانا عندي ارتفاع في قيم درجات الحراره نتيجه الكتل الهوائيه شديده في الحراره، وكمان ارتفاع في نسب الرطوبه، نسب الرطوبه عاليه بشكل كبير نتيجه المنخفض الهندي الموسمي والكتل الهوائيه اللي جايه من على البحر المتوسط. وجود نسب رطوبه في الجو ده يخليني احس كمان بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، يعني مش بس قيم درجات الحراره أعلى من المعدلات الطبيعية، لا كمان زيادة نسب الرطوبة خلينا نزود إحساسنا. بالضبط، 38 المتوقع تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى أنا هحسها لو تكون 40 أو فوق ال 40 درجة مئوية. فبالتالي لسه وصلنا للطقس خلال فترة النهار إن هو طقس شديد الحرارة راكب في القاهرة الكبرى في محافظات الوجه البحري، أيضا في محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة فقط في المناطق الموجودة في جنوب البلاد، لأن المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد بتكون أعلى في قيم درجات الحرارة لكن أقل في نسب الرطوبة بشكل كبير. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأعلى في نسب الرطوبة والأقل في قيم درجات الحرارة، فأجواءها حارة رطبة فترة النهار. ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان الصغرى فترة الليل اتأثرت بالارتفاعات اللي موجودة فترة النهار، فصغرى فترة الليل متوقع إن هي تكون ما بين 26 ل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. كمان نسب الرطوبة بتزيد أكتر فترات الليل، يعني احنا عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل مش فترة النهار، فبالتالي أجواء فترة الليل أيضا هي أجواء مائلة للحرارة في معظم محافظات الجمهورية. يمكن نلاقي المناطق المكشوفة المحافظات الساحلية أجواءها معتدلة بعض الشيء بسبب وجود نشاط للرياح، لأن اليوم كمان هيكون في نشاط للرياح في أغلب محافظات الجمهورية يساعد بعض الشيء فترات المساء وساعات الليل إن احنا نحس بقيم درجات الحرارة أقل، لكن ما زالت قيم درجات الحرارة بالفعل إذا كان فترة النهار أو فترة الليل أعلى من المعدلات الطبيعية. على مدار هذا الأسبوع كله هتكون قيم درجات الحرارة مرتفعة، مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بكرة وخلال كمان منتصف هذا الأسبوع، واللي متوقع فيها عظمى على القاهرة توصل ل 40 درجة مئوية فترة النهار. فالأسبوع ده كله قيم درجات الحرارة فيه مرتفعة بشكل كبير ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية، يعني أعلى من قيم درجات الحرارة اللي احنا سجلناها الأسبوع الماضي، والأجواء على مدار هذا الأسبوع كله شديدة الحرارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده مهم جدا ناخد بالنا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن ده كمان هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى مع وجود الرطوبة وارتفاع في قيم درجات الحرارة. صحيح. فأنا لو مضطر أبقى موجود في الشارع فترة الظهيرة لازم يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس، شمسية أو كاب. مهم كمان أتواجد في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني إن أنا أحس بقيم درجات حرارة أقل ونسب رطوبة أقل. الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه البلون، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، حتى لو مش عطشان يبقى معايا زيت الميه بشرب منها كتير، ونتابع طبعا النشرات الجويه. خلينا نوه كمان على حاله الملاحه البحريه على البحرين. انا كنت لسه هسال حضرتك يا دكتوره منار، لان حضرتك اشرتي ان في نشاط للرياح، هل ده هيؤثر باي شكل من الاشكال على النشاط الملاحه؟
هو طبعا ارتفاع الامواج على البحر المتوسط ما بين 1.5 الى 2 متر، فلازم نخلي بالنا دايما من التعمق داخل البحر المتوسط لان حركه الملاحه البحريه معتدله. ارتفاع الامواج المناسب للصيد او الملاحه البحريه والمراكب مش هو المناسب للساده المواطنين، فنخلي بالنا بقدر الامكان لان ارتفاع امواج بيوصل 2 متر داخل عمق البحر المتوسط. البحر الاحمر كمان معتدل لمضطرب، ارتفاع امواج ما بين 2 لـ 2.5 متر، هنخلي بالنا ايضا من التعمق داخل البحر الاحمر. هم مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية لكن أعمال التنزه تبقى بحذر شديد. ناخد بالنا بس بقدر الإمكان لأن احنا بنقول على مدار هذا الأسبوع كله أهم حاجة ارتفاع نسب الرطوبة الموجود معانا، ودي أهم ميزة فصل الصيف. ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل المهم جدا في إحساسنا بقيم درجات حرارة مرتفعة، هو العامل المهم في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس إن فصل الصيف هو فصل ارتفاع قيم درجات الحرارة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. القاهرة العظمى فيها 38 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 38-26، الأسكندرية 32-24، أيضا العلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-23 ودمياط 32-23، بورسعيد 33-25 والإسماعيلية 38-24، السويس 38-24 والعريش 34-22، في كاترين العظمى 35 والصغرى 16، وفي طوبة 37-26، حلايب 39-31 وشلاتين 44-30، شرم الشيخ 42-32 والغردقة 40-31، الفيوم العظمى فيها 39 والصغرى 26، وأيضا في بني السويف 39-26، أما في الوادي الجديد 44-27، وأسيوط 42-26، سوهاج 43-27 وإنا 45-29، الأقصر 45-30 وأسوان 46-31. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت ومحمد ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.